بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم في الاصحاح السادس من سفر ابن سيراخ وزي ما قلنا ان اصحاح مشهور جدا لان بيتكلم عن الصداقة وقدم لنا صورة حية للصديق الحقيقي وكل اللي اتقال عن الصديق الامين الحقيقي ينطبق على رب المجد يسوع وزي ما قلت المرة الفاتت في الواقع سفر ابن سراخ كان بيهيئ اليهود لقبول المسيا المنتظر اللي عندهم نبوات عنه وكان بيهيئ اليونانيين أيضا أو الفلاسفة أو الأمم لقبول الصديق السماوي المخلص الحقيقي اللي يقدر يشبع كل الاحتياجات. النهارده بنعمه المسيح هنتكلم موضوع مهم قوي مرتبط بموضوع الصداقه. يا ترى يا رب لما تحب ان احنا تبقى انت الصديق الفريد في حياتنا اللي بتشبع كل احتياجاتنا واللي انت بتقدم نفسك لينا انك انت دواء الحياه وانك انت رجائنا وانك انت حمايتنا وانك انت تشبع كل شيء فينا ايه علاقتنا ببعضينا البعض او ايه اثر هذه الصداقة اللي بيننا وبينك في حياتنا الخاصة وايضا في كل عايز اقول الجوانب الحياة بتاعتنا في الأصحاح السابع يقدم لنا صورة جميلة جدا ازاي لما بكون صداقة مع ربنا الصداقة دي بتغير حاجات كتير اتكلم عن ثمان حاجات في منتهى الأهمية بتغيير من الصداقة لجوانب حياتنا الجانب الأول في التغيير هو حياتي الداخلية لأن ممكن أكون عايش ناجح قدام كل الناس وممكن أكون ناجح في عملي، وممكن يكون لي أصدقاء كتير، وممكن أكون مبسوط ماديًا، فكريًا، علميًا، ولكن جوه في داخلي حاسس بفراغ. فأول عمل يعمله ربنا يبتدي بالأعماق الجوانية، ودي الحتة الخطيرة اللي بيتجاهلها أغلب الناس، كل اللي يهمني عايز أبقى ناجح. عايز ولادي يبقوا دكاتره عايزهم يبقوا مهندسين حلوين عايزهم يبقوا ناس مؤدبين جنتل من او جنتل ليديز لكن السيد المسيح بصدقته يحولني ان انا داخليا يبقى كل قلبي ملتهب ان لي نصيب في السماء وان السماء تنتظرني وانا في طريقي للقاء مع رب المجد يسوع الصديق السماوي ومع ابيه ومع روحه القدوس وايضا مع الطغمات السمائيه ومع القديسين اللي انطلقوا الى الفردوس ده الجزء الاولاني طيب لما تدخل جوه تعمل ايه فيا قال اول حاجه بعملها في اعماقك كده انا الاله القدوس ولا يمكن أن يكون في شركة بيني وبين الشر أو بيني وبين الخطية أول حاجة أقيم ملكوتي في داخلك تبقى أنت أرفان من الخطية مش عايزها صحيح ليك مطلق الحرية أنك تقبلها أو ترفضها ولكن سكن المسيح في أعماقنا في الداخل تخلي الإنسان ما يقدرش زي بولس الرسول يتكلم عن الشاب اللي عايز يتجوز او يرتكب خطيه مع مراد بابا في كورنثوس قال موضوع ما اقدرش اتكلم عنه كان قرفان ان يتكلم ازاي واحد يعمل عمل زي كده مع مراد بابا اولاد الله لما بيقيم المسيح ملكوته فينا يبقوا مش بيجهدوا ضد الخطيه بس لكن الاهم من الجهاد ان هو بيكره الخطيه يبقى قرفان منها ده عشان كده يعني يهمنا ان المسيح يقيم فلا يستطيع عدو الخير ان يجد لي موضع في قلبنا دايما بتذكر قصة الرمزية اللي بتحكى عن فتاة كانت طهرة ونقية وفكرها دايما نقي وفجأة هجمت بأفكار شهوانية وحشة طب تعمل ايه؟ فركعت رفعت قلبها فوق قالت له يرضيك ان القلب الطاهر النقي اللي كل الايام دي ما فيهاش الجو الصعب اهاجم بهذه الافكار الصعبه ارجوك تتدخل فهي بتصلي الباب ايه خبط فقالت له لو سمحت ممكن تفتح تكلم المسيح ممكن تفتح الباب ففتح الباب فلقي شيطان فالشيطان اول ما شافه قال له أه، رونج ادريس لانه غلط انا جيت بالغلط هو دي 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 حياه الانسان المسيحي مش ان انا ايه بحط زلطه في لساني عشان ما اتكلمش او مش عارف بقرا ايه علشان ما اغلطش انا في داخلي ملك المجد القدوس اللي لا يمكن للخطيه انها تر ايه تسكن مع القدوس أو أقدر أقول في داخلي شمس البر اللي لن يمكن للظلمة أن يكون لها موضع في أعماقي ده أول حاجة إيه؟ أول حاجة بنطلبها من ربنا القدوس أن يدخل يقدس أعماقنا الجوانية اللي ننطلق من الأعماق الجوانية الى حول الايه لا تصنع الشر فلن يستولي الشر عليك تباعد عن الاثم فيتحول عنك الجانب الثاني اللي يقول لي انا هامسكك بايدي وأما إيه وانا اللي اقودك في وسط المجتمع فيقول لا تلتمس من سيد رئاسه ولا من ملك كرسي مجد لا تلتمس من سيد رئاسه ولا من ملك كرسي مجد اغلب الناس ما يشغلها يا ترى انا مكانتي ايه؟ يا ترى ممكن ابقى قائد ناجح يا ترى ممكن ابقى انسان مشهور الى اخره فاحيانا بيضطر الانسان يحابي الناس الكبار لعله يجد مكان وسطهم عشان كده يقول له اوعى تلتمس انك تحب المراكز الكبرى من رئيس ولا من ملك كرسي مجد ما تقولوش ممكن زي ما جه بطرس يوحنا قالوا له جت مامتهم قالت للسيد المسيح قالت له احنا ليا طلب واحد عندك قال لها طلباتك ايه؟ قالت له واحد يجلس عن يمينك والآخر عن يسارك لما تبقى في المجد دي غلطة غلطتها مامة يوحنا ويعقوب ودي غلطة بنغلطها أغلبنا عايزين ولادنا أو عاوزين نفوسنا نكون أصحاب كرامة ولذلك السيد المسيح قال إذا دعيت إلى وليمة فما تاخدش المتكئ الأول لئلا يكون قد دعي إليك من هو أكرم منك فتسيب المكان وانت ايه في خزي او في عار فيطلب مننا ناخد المكان الاخير حيث ان الرب نفسه لما جه الى العالم اخذ الايه المركز الاخير ربنا بيحب دايما في المجتمع ما بقاش السباق ازاي ابقى الكبير او ازاي ابقى العظيم او ازاي ابقى البار في عينين الناس أو الإنسان الحكيم في عينين الملك أو الرئيس أو الناس المسؤولين يعني الشيطان يضرب من كذا ضرب الضربة الأولى تخد مركز كبير ما نفعتش المركز الكبير طب أطلب تحيل على الرئيس يديك إيه شغلانة كويسة ما نفعتش دي ابتدي ايه يجاهد الانسان ياخد المتكا الاول يبتدي يبقى بارز ومشهور قدام الناس يفكر ان هو يعلن ان هو بار ويظهر ان هو صاحب حكمه اي واحد لو ادالك مشوره تقول له اما الحكمه دي جميله بشكل ينبسط ينبسط او لو قلت لواحد انك انت انسان بار وديس ربما ينبسط ايضا يقول ابن سيراخ لا تدع برك أمام سيد أوعى تقف قدام واحد صاحب سلطان وتبقى تبانك إنك إنسان بار ولا حكمتك لدى ملك تبانك أنت إنسان إيه؟ إنسان حكيم لما دانيال طلب علشان يقول للملك أو للإمبراطور الحلم اللي حلمه وتفسيره وكان كل المنجمين والسحرة والحكماء بتوع القصر الملكي يعني على حافة أنهم يتقتلوا لأن الملك صحي من النوم حاسس شعر أن حلم حلم نسيه لكن حاسس شعر أنه حلم فظيع ويمس حياته فعايز يعرف فنده كل الحكماء وطلب منهم قولوا لي أنا حلمت إيه وتفسيره إيه أنا مش ممكن لما جه دانيال لقي الحاله خطر قوي قال انا انقذه فرح قالوا له في واحد يقدر ينقذك يحكي لك الحلم والتفسير فجه دانيال سالوا الملك يا ترى هتقدر تقول لي الحلم وتقول لي تفسيره قال له بصراحه الموضوع ده مش موضوعي ده موضوع الهي هو اللي يعرف الاحلام وهو اللي يفسر الاحلام وانا كل اللي هعمله حنقل من الهي المعرفه دي واقدمها لك شوف الارتضاع الجميل انا ما قدرت مش قال اه انا اصل الاله بتاعي قوي وانا جبتوني ظلم هنا وانا من العبرانيين وعندنا الكتاب المقدس لا 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 قبل. قال له انا انسان غلبان زي كل اللي انت بتتعامل معه بس الفرق البسيط ان انا بعمل لينك مع الهي والهي هو اللي بيعرف الاحلام وهو اللي بيفسرها وهو اللي بيسمح بيها. وكانت النتيجه ان تمجد دانيال بل بالعكس تمجد اله دانيال وحتى الملك بعد كده لما حب يكافئه وقال ان كل الايه كل واحد يعبد اله دانيال لانه اله حقيقي وتكررت معاه مع اكثر من ملك. يا ترى عندنا الروح دي ولا أنا عملت وأنا خليت وأنا سويت وأنا إنسان خادم ممتاز في الكنيسة وأنا أحسن من غيري وأنا إنسان بار نفسنا يا ربي نتعلم إزاي نختفي فيك زي ما معلمنا بولس الرسول كان مستتر في المسيح وكان كل عمل يعمله يعمله باسم المسيح يبقى قلنا أولا تقديس الحياة الداخلية ثانيا ياخدك في صحبة كده عشان كل ما تيجي لك أي فكر كبرياء أو تشامخ أو تظن نفسك بار أو حكيم يقول لك ها عايزني أسيبك ولا عايزني أبقى معاك لا عايزك معايا يبقى أنا اللي إيه أنا اللي أشتغل فيك الحتة الثالثة المهمة بعد ما كلمني عن حياتي الداخلية وبعد ما كلمني عن أفكاري الداخلية لألا أسقط في الكبرياء سواء في الأمور المادية أو المدنية أو الأمور الروحية كلمنا عن موضوع خطير يمس علاقة الصديق السماوي بي وهو يقول إيه لا تقل إن الله ينظر إلى كثرة تقدماتي وإذا قربتها للعلي فهو يقبلها لا تكن خائرا في صلاتك ولا تهمل الصدقة هو بدا يكلمه عليه انا هبقى حمج... حم معاك وحرفقك في الرحله بتاعتك حسكن جواك وحأديك روح التواضع لكن عايزك تتعبد بالطريقه اللي تريحني وتبسطني ايه اللي يبسطك يا رب قال اللي يبسطني مش كتر التقدمات مش كتر التقدمات كان في حد بيكلمني في كنيسه من الكنايس مش في يعني مش في المنطقه ولا في ال... ولا في امريكا حتى قال لي انا في مشكله قلت له ايه؟ قال لي عندي واحد غني جدا جدا ويعني ليه دور كبير في الكنيسه بس ليه اخطاء معينه اعمل ايه؟ اخطر حاجه ان احنا نحابي انسان من اجل ايه؟ من اجل اي نفع مادي او غير مادي. ربنا ما يترشيش يقول الله ان الله ينظر الى كثره تقدماتي ده الانسان اللي, إيه؟ اللي فاكر انه بغناه يقدر ايه؟ يرشي ربنا، قال له لا حبيبي. صحيح ربنا حط نظام للتقديمات والذبائح خاصه في سفر اللاويين في العهد القديم لكن اعلن في اكثر من مره ان الله لا يسر بالايه بالمحرقات او بالذبائح بل اؤكد ان الذبيحه المقبوله لدى الله زي ما قال المرتل ذبيحه التسبيح او ذبيحه الشكر ربنا ينادي كل واحد فينا يقول له يا ابني عايز ايه يا رب؟ اعطني قلبك. انا عندي فلوس كتير وهبني لك الكنيسه. انا عندي فلوس كتير وهوزعها كلها على الفقراء. يعني يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. اجمل اغنيه موجوده في رسائل معلمنا بولس الرسول اغنيه الحب الموجوده في كورنثوس الاولى 13 اذكر احد الخدام قال لي لما كنت في ثانوي طلب من كل واحد يكتب اي موضوع من عنده يعني طلع المدرس بتاع العربي قال عايز موضوع إنشا انا مش هحط الموضوع حاجه اللي بتحبها اكتب عنها فبيقول لي كتبت المزمور اللي هي ايه المزمور ال13 من كورنثس الاولى عن المحبه انت تكلم ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكه والملائكه وليست لي محبه ليست شيئا او كسينج جينيرين الى اخره فبيقول لي مدرس العربي اول ما دخل وجايب الدفاتر بقى ومصححها ساب كل الطلبه وقال مين فلان الفلاني فقلت له انا قال له طب انا عايزك ضروري بعد الفصل وخلص الدرس وبعدين اخده في اوضته قال له شوف انا عايزك تقول لي مين اللي اداك الموضوع ده؟ قال له ليه؟ قال له لان ده مش ممكن حد يكتبه قال له بصراحه ده أصحاح في رسائل بولس الرسول في الإنجيل بتاعنا قال له معقول الإنجيل بتاعكم في اللذة دي كلها لازم تجيب لي إنجيل وكان سبب أن هذا المدرس العربي يحب المسيحية أن كتب له الموضوع بتاع الحب الموجود في كورنثوس 13 إذا وجد في الحب يقبل ربنا التقدمة إن قدمت كل أموالي وما فيش محبة لست أنتفع شي ده بيش إذا قدمت إن سلمت جسدي للا حتى للإيه سلمت جسدي للاستشهاد للش... وما فيش حب لا تنتفع يعني لو كنت شهي... شهيد لو وزعت كل فلوسي لو تكلمت بكل لغات العالم لو عملت كل اللي ممكن يتعمل لكن القلب ما فيهوش حب لك مرفوض ولذلك يقول إن الإنسان مش فاهم العبادة يقول له لا تقل إن الله ينظر إلى تقدماتي ربنا مش هيجي في آخر كده عليكم بخير لما يجي على السحاب يقول لك قل لي أنت حضرت كام ألف قداس من يوم ما اتولدت لغاية ما إيه؟ اتنيحت تفرق طب اللص اليمين حضر كام قداس؟ طب والعشار اللي دخل الهيكل قدم ايه فلوس للفقراء وهو جوه الهيكل لما انحنى كده وقرع صدره وقال له اللهم ارحمني انا الخاطي الله يطلب تقديمة الحب الله يطلب تقديمة العلاقة الحية اللي بينا وبين ربنا ما تنشغلش بكتير وانت بتصلي في الإجبية أو في الصلوات الإرتجالية بكثرة الكلام ولذلك يقول إيه؟ الآية 14 ولا تكرر الكلام في صلاتك. لا تكرر الكلام في صلاتك. واحد يقول لك أنا قريت كل المزامير بتاعت باكر بس بصراحة كنت سرحان. أدخل في حوار مع ربنا تكلم معاه تكلم قبل ما تبتدي لما تيجي في الأيام اللي إحنا عايشين فيها وفي ضيق ودي كل أيام الأرض فيها ضيق، تقول له أنا هصلي لك يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ بكلمك مش بإسمي، بكلمك بإسم الكنيسة كلها. بكلمك بإسم كل المضطهدين، بكلمك بإسم كل المذلين والمطرودين وأقول لك يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهك فهنا أجمل هدية نقدمها لربنا ليست هدايا المال ولا الهدايا العينية ولا الخدمة الظاهرة لكن أجمل هدية القلب النقي المقدس اللي يقف يتكلم بصراحة بينه وبين ربنا في حوار جميل بين النفس البشرية وبين ربنا واذا قربتها للعلي فهو يقبلها ده هو بيقول الانسان بيقول انا لما اقدم كل العطايا دي ما فيش حد زيي في هيقبل دي لا حبيبي هو عايز قلبك وبعدين في العباده في الصلاه لا تكن خائرا في صلاتك خطيره جدا العباره دي لا تكن خائرا في صلاتك تيجي كده تقول ايه أهو قبل ما أنام أنا لما ما بصليش بيجيني كابوس ولا حاجة فأصلي، طب النهارده عشان يبقى يوم حلو أصلي صلاة باكر. لا تكن خائرا في صلاتك. أنا ما بنساش أحد الأحباء الله ينيح نفسه يعني الحقيقة من الأشخاص اللي ليهم يعني جميل عليا كتير وأنا صغير. كان لما يقف يصلي يقول عبارة جميلة. يقول كده في وسط في جروب الشبان يقول له يا رب مش عايز منك حاجه لن اقبل منك اقل من ان اكون الايقونه بتاعتك او الصوره بتاعتك لن اقبل منك اقل من ان اكون ابنك وادخل جوه احضانك كان لما بيتكلم بيصلي بالصوره دي كل قلوبنا كانت ترتجف ايه ايه علاقه الود اللي بينه وبين ربنا انا مش جاي اقول لك نجحني ولا دبر اموري ولا اديني عايزة هاجر وفعلا هاجر بعد كده لكن هو كل اللي يشغله لا يطلب الا ما يليق بالله وكان دايما يقول ايه يقول اطلب من كل واحد على قد ايه على قد امكانياته واحد باباه انسان بسيط ممكن يطلب منه هنا مثلا عشرة دولار في يوم من الايام واحد مالتي مليونير لو طلب عشرة دولار قدام ناس يزعل منه يقول له تحرجني الاحراج ده ما انا بديك بالالاف جاي تطلب عشرة دولار قدام الناس تكسفني لما بنطلب من ربنا امور ارضيه بنكسفه قدام الملائكه دول ولادك اللي مت عشانهم دول اللي سبت المجد ونزلت وخدت العار من اجلهم احتملت العار والخزي عشان ترفعهم يبقوا ولادك جايين يطلبوا الطلبات التافهه دي ولذلك يقول السيد المسيح اطلبوا ملكوت الله وبره طب والحاجات الثانية قال ما تخافوش وهذه كلها تزاد لكم هتاخدوها على البيعة لكن مش دي الموضوع الرئيسي اللي في حياتكم لا تكن خائرا في صلاتك تقفش كده قدام ربنا تقول له بصراحة أنا يئست أنا لي عشر سنين في الخطية دي لا تقف كده بجدية يقول له انت دعوتني ان اكون ابنك وانت القدوس قدسني قدسني غير قلبي ارفع قلبي للسماء نفسي وانا هنا احس ان انا محمول على الازرع الابديه خليك جريء مع ربنا اطلب ما يليق بربنا ولا تكن خائرا في صلاتك ولا تهمل الصدقه هو في يوم من الايام تهمل الصدقه يبقى تكلمنا الأول الصديق العجيب في قلبي الصديق العجيب في رحلة حياتي أينما وجدت وتحت كل الظروف الصديق العجيب في وأنا في الكنيسة أو في مخدعي وأنا بأمارس العبادة أيضا لأثر صداقة ربنا لينا استقامة الكلام والعمل والسلوك والفكر احيانا نظن ان الاستقامه دي عباره عن كتب نقراها. حلو حتى الانجيل بيكلمنا عن الاستقامه. لكن الحقيقه ما حدش هيقدر يديك روح الاستقامه ويمسك بايدك ويمشيك في امان غير صديقك اللي معاك فيقول ايه؟ وهو بيدعونا كده ايه ان احنا نطلب منه الاستقامه الفكر والكلام والعمل والسلوك فاتكلم عن شويه حاجات جميله قوي يقول في الايه 11 لا تستهزئ باحد مر لا تستهزئ باحد مر النفس لانه يوجد واحد يزل ويرفع ما فيش حاجه تزعل ربنا قد انك تستخف بانسان ايا كان ولو بيبي صغير ولو كنت بتلعبه ما تلعبهش بطريقه فيها استخفاف ولو كان صديقك الحميم ولو كان ابنك او حفيدك لا تستخف او لا تستهزئ باحد مر النفس احيانا ولادنا بيبقوا في مراره بس ما بيحبوش يعبروا عنها لما الاب يسخر بيه او مثلا في قاعده كده وتيجي الام تقول كلمه ضد ابنها ولا بنتها طب تبقى البنت مش هتقول ايه دي مامتي هعملها ايه لكن جواها مرت النفس اذكر في مره كده كنت واقف وبعد العشيه في اسكندريه وجو الناس يسلموا فواحده جايبه بنتها بتاع كام سنه 12 13 سنه ولا اكتر شويه بعدين قلت لي انا جايبها لك يا ابونا وسط كل الناس عشان تصلي للحسن بنت عنيده وعنيفه فانا رحت واخد الست وست كل الناس على جنب طب بستنيني شوية لأن لو سمحت بلاش التعليق بخصوص بنتك بعد ما قعدت معها قلت لها ليه تحرجيها وسط كل الناس ما تعالي كلميني في السر وليه ما تقولهاش أنا حغير صورتك قدام أبونا عشان مش عايز تبقى صورتك وحشة وتعالي قولي الكلمة الحلوة هتحبك وتسمع لك لكن كده هتكرهك حتى داخليا وهتبقى فيش اشمئزاز من ناحيتك وتاخد موقف العناد لا تستهزئ بأحد مر النفس لأنه يوجد واحد يزل ويرفع النهاردة أنا فوق أنا فوق بكرة ممكن أبقى تحت اللي أنا اتريقت عليه عشان هو تحت بكرة هو يبص لي ويتريق علي طبيعة العالم طبيعة متقلبة بيسموها حتى الزمن يسموه عجلة الزمن عجلة يعني لو الواحد اتسمر في الزمن يطلعه فوق وينزله تحت ويجيبه شرق ويوديه غرب تبص تلاقي ايه بيدوخ بيدوخ فطول ما انا مع المسيح لا استهزأ بأحد لأن مسيحي على الصليب لم يستهزأ بأحد لما اللص قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك بصراحة لو كان واحد مننا كاهن ولا أسقف ولا حتى أب أو أم وفي وضع زي كده يقول له بس بشرط تعترف على إيه اللي عملته في حياتك إيه ده؟ ما تسيبه عايز يعترف يجي يقعد معاك على انفراد يعني من الموضة الجديدة اللي أنا كلنا الحقيقة وبالأخص أبونا بشوي كامل كان يتضايق منها فكرة إن واحد يعتذر في الجورنال يقول أنا غلطت في حق الكنيسة في كذا وكذا وكذا نيفر نبر مش طريقة المسيح طريقة المسيح إن الكنيسة تستر على أولادها وإن أنا لا أستهزئ بأحد مر النفس حتى لو كان غلطان اللص اللي على كان مر النفس وكان غلطان وقال بالنص كده مع اللص اللي على الشمال قال له إحنا بصراحة بحق بعدل جوزينا احنا نستحق اللي فينا ده لكن ده عامل ايه عشان ياخد الجزاء ده ومع ذلك السيد المسيح لم ينطق بكلمة جارحة ولم ينطق بجارح بكلمة جارحة مع المرأة الزانية بل بالعكس قال لأنها أحبت كثيرا مغفورة لها خطاياها الكثيرة ايه ده ولا قال كلمة جارحة مع السامرية قال لها اذهبي إذا زوجك قالت له أنا ما عنديش زوج قال لها أنا عارف عندك خمسة رجال جوزتي خمسة رجال واللي معك ليس برجلك ما يجرح مش عارف هل يا ترى عندنا هذا الروح ان في منزلش انسان مر النفس دي الـ دي الايه احد النصائح في استقامه الكلام وايضا العمل ايضا يقول احذر كل كذب لأن التعود عليه ليس للخير. أنا أذكر قريب يعني إنسان جاني ومصمم إن إيه؟ إن خطيبته يفسخ الخطبة. بقول له ليه؟ قال لي كذبت علي مرة. قلت له طب ما يمكن ربنا بيسامح. قال لي اللي يكذب مش هثق فيه تاني. فبدل ما أعيش في عكننة هي ربنا يبعت لها المناسب ليها وأنا يبعت لي المناسب لي. لما زوج أو زوجة بيكتشف الطرف الثاني أنه كذب حتى ولو ابتسم وغيره لكن إيه بيفقد الثقة في الطرف الثاني عشان كده يقول احذر كل كذب لأن التعود عليه ليس للخير أيضا يقول لا تكثر الكلام في جماعة الشيوخ الآية 14 ولا تكرر الكلام في صلاتك ربنا يستر علينا ويشيل مننا الثرثرة كلام الكتير اللي ملوش لازمة لما الواحد يقعد مع إنسان حكيم شيخ يقعد يستفيد منه لكن ما يحاولش يبرز إن هو حكيم وإنه هو إنسان فاهم إلى آخره لا تكثر الكلام في جماعة الشيوخ ولا تكرر الكلام في الصلاة ربنا مش محتاج تكرر الكلام الآية 15 يقول إيه؟ من ضمن السلوك والعمل باستقامة. "لا تكره العمل المتعب خاصة في الحقل الذي خلقه العلي". ليه يتكلم بالذات عن الحقل الذي خلقه العلي؟ إحساسي كده طبعا في الفترة بتاعت سيراخ زي ما قلنا كتير إذا كانت الهيلينية أو الثقافة اليونانية في ذلك الحين ثقافة الفلسفة بدأت تدخل في قلوب الكثيرين واعتنقها كثير من النبلاء والأغنياء فبدوا يحولوا بدل ما بيعملوا نزور أو بيدفعوا العشور في هيك ربنا يقول لك لا أنا خليني مع الفيلسوف الفلاني مما أدى إلى أنه حتى الريع بتاع الكهنه نزل وده جت في التاريخ واضطر كثير من الكهنه انهم يشتغلوا مزارعين فلاحين يقول لك عشان اقدر اعيش انا ومراتي وعيالي فيبدو ان ابن سيراخ وهو بيتكلم بيتكلم على الكهنه اللي اضطروا لاجل لقمه العيش يروحوا يشتغلوا في الزراعه المكسوف منها ليه؟ يقول له لا تكره العمل المتعب أنا عارف أن الزراعة فيها حرث وفيها حار يعني أعمال يدوية كتير وخاصة في الحقل الذي خلقه العلي حتى لو اضطريت تشتغل فلاح وأنت كاهن يجرأي يعني العجيب أن الكتاب المقدس لما اتكلم عن الخلقه وخلق آدم قال لكي يعمل لكي يعمل فين؟ في جنة عد يعني خلقه عشان يعمل تقول لي ده العمل بدا لما سقط في الخطية وقال له بيع إيه بعرق جبينك تأكل إيه؟ خبزك لا في فرق بين يعمل الإنسان وفرحان متهلل وبين واحد يعمل وهو إيه؟ بعرق جبينه نازل وتعبان أذكر مرة قداسة البابا أنبا شنودة قال كنا في قاعدة كده فقال لما رحت أمريكا فعمل كشف على القلب وبعدين سأل الدكتور بتاع القلب قال له تفتكر في سني اللي يناسبني أشتغل كام ساعة في اليوم فبص له كده الدكتور قال له بص الحاجة اللي بتحبها أعملها بلا حسابات طول ما انت فرحان قلبك سليم الحاجة اللي انت بتعملها بالغصب دي اللي تضيع لك قلبك عشان كده تلاقي الواحد لما بيحب حاجة بيعملها ويبقى سعيد لكن لو حاجة ملزم بيعملها غصب عنه ممكن يعيا فهنا بيقول لا تكره العمل المتعب لما تحب العمل مهما كان متعب هيبقى العمل ده حتى لصحتك ولجسدك لكن لو ما كنتش بتحب الشغل أي عمل صغير هيضيعك في المزمور 104 يقول عن الملائكة الإيه؟ يعملون مشيئته يعملون مشيئته يعني حتى الملائكة عندهم شغل فيش حد منهم كسلان والسيد المسيح يقول أيضا أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل حتى الأب يعمل أب يعمل والابن بيعمل والروح القدس بيعمل والادم اتخلق عشان يعمل والملايكه عملوا مشيئته طب يبقى ليه تتوقف عن العمل حتى ولو كان انسان عجوز وكبير وعيان كل واحد ممكن يعمل العمل اللي يناسبه لكن لازم يفكر ما دقيقه من العمر ما يبقاش فيها عمل في الايه 16 برضو من ضمن الايه؟ استقامة الكلام والعمل والسلوك يقول لا تكن بارزا في مجلس الخطاة واذكر أن الغضب لا يبطئ. في ناس يقول لك أما القعدة دي لطيفة بشكل، قاعدين ايه؟ ينكتوا يلطفوا يعملوا يقول لك لا لا تكن بارزا في مجلس الخطاة. ما تعملش يعني إنك أنت يعني زيك زيهم وتقعد تجاريهم فتنتقل العدوى إليك لأن غضب ربنا هيجي يقول في المزمور الأولاني طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف آخر نصيحة في الجزء ده يقول لا تبدل صديقا بمال ولا أخا حقيقيا بذهب أوفير أوفير دي منطقة ناحية اليمن يقولوا دي أحسن أنواع الذهب موجودة في منطقة اليمن ودي كانت المصد يعني مصدر لاستخراج الذهب اللي كان العالم كله يعني يتمنى دايما ياخد الذهب بتاع أوفير لا تبدل صديقا بمال ما أموال تغريك بحيث تعادي صديق لك يجيش واحد يقول لك أنا حديك كذا وكذا وكذا بس سيبك من فلان صديقك أغلى من كل المال وأخوك الحقيقي أفضل من كل ذهب فيبقى تكلمنا عن إيه تكلمنا عن الصديق اللي في أعماق قلبنا في الداخل الصديق اللي أيضا يسير معنا في الطريق الصديق اللي أيضا زي ما شفنا يعطي استقامة للفكر والكلام والعمل والسلوك دخل في موضوع جديد في عمل الصديق في العيلة يقول إيه لا تتجاهل امرأتك إذا كانت حكيمة وصالحة فإن نعمتها أفضل من الذهب الآية 19 تعرفين كان في العهد القديم بسهولة ممكن الواحد يطلق مراته ويتجوز واحدة غيرها أي واحدة يحس إنها جميلة أو شكلها كويس أو أي حاجة معينة فيجي مطلق مراته وياخد اللي شافها فبيقول لا تتجاهل امرأتك إن كانت صالحة وحكيمة ما يقول لا تتجاهل امرأتك وبس طب نفرض إنسانة فزدانة لا تج... آه بعدها لا تنسى شوف بقى العيلة بدأ بالإيه بالزوجة طب يا ترى بعد كده تنصحنا بايه؟ اول يتكلم عن الزوجه وعلاقتها بالزوج. وبعدين المفروض يتكلم عن الابناء وعلاقتهم بالاباء. لا لا. وراها على طول لا تنسى معامله خادم يعمل بامانه ولا اجير يبذل نفسه لاجلك. طبعا زمان كان في نظام العبيد فكان من حق الانسان يعمل في العبد اللي هو عايزه، القانون لا يحمي العبيد. إذا كان هذا العبد أمين فهيبقى مثل لابنك قبل ما اكلمك عن ولادك أنا يهمني الأتموسفير بتاع البيت كله زوجه صالحه وبعدين خدام أمناء حتى اللي بيشتغلوا عندك جاي واحد يبيض لك البيت جاي واحد يعمل لك فرنتشر في البيت حتى الأجير إذا كان بيبذل نفسه لأجلك ما تتجاهلهوش فعايز ابن سيراخ ان جو البيت من الزوجه للعبد للاجير الكل ده يكونوا مقدسين لتحب الخادم العاقل ولا تحرمه الحريه جميله دي لما يبقى عندك عبد وعاقل مش ضروري تستنى ست سنين عشان تحرره قال له بص انا حاسس انت اخويا كبير أو الصغير وأنت أعطيك الحرية، حبيت تعيش معايا أهلا وسهلا، ما حبيتش تعيش أنا فرحان بيك إنك أنت إنسان أمين. فهنا لتحب الخادم العاقل ولا تحرمه الحرية. يبقى الزوجة وبعدها العبد وبعدها الأجير وبعدين يقول إيه؟ هل عندك قطعان؟ عندك غنم؟ اسهر عليها وان كان لك منها نفع فاحتفظ بها لو انت هتستفيد من الغنم عايز اللبن بتاعها عايز تاكل اللحم بتاعها مش مجرد انك تجيبه وتذبح لكن اهتم بيها واسهر عليها يعني حتى الرعايه مش بس لزوجتك ولولاد وللعبد بتاعك او للاجير ولكن ايضا حتى للحيوانات ولو ان معلمنا بولس الرسول بيقول ايه بيقول في رسائله لعل الله تهمه الثيران لما قال لا تقم ايه ثورا دارسا هو بيدرس القمح ولا الذره ولا غيره ما تقفلش بقه عشان ياكل من الايه من اللي هو بيدرس بيدرسه فبيقول اذا كان ده بيطلب مننا ان نهتم بالاغنام فكان بالأكثر بالنسبة لأولادنا هل لك أولاد أدبهم ومن حداثتهم اجعلهم طائعين من صباهم. خليك دايما إيه؟ ولادك دول يبقوا أيقونة للمسيح الذي كان يطيع إيه؟ القديسة مريم أو أبويه، القديسة مريم ويوسف النجار الذي تبناه. بالنسبه للبنات بيقول كلمه عجيبه هل لك بنات اعتني بعفتهن ولا تظهر لهن تساهلا شديدا ايه اعتني بعفتهن ولا تظهر لهن تساهلا شديدا بيتكلم على جانبين متطرفين الجانب الاول ان واحد يكون عنده بنات يشغلهم شغل بتاع رجالة فالبنت تفقد يعني رقتها ولطفها وشكلها فهو كده بيمنعها أو بي... بيعوقها عن الزواج فمش مفروض يكون عنيف وفي صنف تاني يتريق معاها ويسمحها كلام بذيء وتشوف نكت وغيره فيقول ولا تكن متسائل ولا تظهر لهن تساهلا شديدا هتضيعها بالايه بالتسيب بتاعك. زوج بنتك فتكون قد قمت بأمر عظيم. كلمة زوج بنتك مش هيروح يدور على حد يجوز له، لكن اهتم انها ازاي تبقى شكلها كويس، انها تكون مؤدبه، نامة ما تاخدش ما تبقاش زوجه تعبانه. ولكن اعطيها لرجل ذا فهم، اهتم ببنتك واهتم باللي جاي يخطبها. هل لك زوجه حسب قلبك؟ لا تتجاهلها. وأما التي لا تحبها فلا تسلم نفسك لها هتقولي النص الثاني ده صعب قوي وإن كنت لا تحبها وأما التي لا تحبها فلا تسلم نفسك لها هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول لو أنت محبتهاش خطر على حياتك إذا أنت محبتهاش خطر على حياتك فأنت تحبها تقدر تسلم نفسك تطمن لها فهو بس جابها بدل ما يقول واحب زوجتك عشان تطمئن قال ولا ايه واما التي لا تحبها فلا تسلم نفسك لها بعد كده اتكلم اكرم اباك بكل قلبك ولا تنسى الام امك في الولاده الى اخره كلم كتير عن اكرام الوالدي الوالدين نمرة ستة يكلمنا عن حب الكهنة فيقول: خف الرب بكل نفسك وكرم كهنته، أحبب صانعك بكل قوتك ولا تهمل خدامه. دايما الواحد يبص إن إيه للخدمة ويشوف احتياجاتها طبعا هنتكلم مرة تانية عن العلاقة بين الكاهن وبين الشعب ايضا نتكلم عن الحب الالهي والفئات المنسيه من الايه 32 ل 35 يعني مش بس تهتم انك تشوف انك في شغلك تعمل ايه وفي بيتك تعمل ايه ومع الخدام بتوعك تعمل ايه ومع الاجراء تعمل ايه وكل هذه الامور ومع الكنيسه تعمل ايه لكن في ناس منسيين أهم حاجة بالنسبة ليك كإنسان مؤمن أنك تهتم بالمنسيين لأن ربنا نفسه قال إن هو أب الإيه؟ أب اليتامى وقاضي الأرامل وإنه إله المتضعين إله المنسحقين إله المطرودين إله المضطهدين فإذا حبيت تكون أيقونة لهذا الإله شوف إيه التزاماتك من جهة الفئات المنسيه او الفئات التعبانه زي المرضى والباكين والحزانه الى اخره اخر حاجه خالص في كل اللي دعانا اليه اينما وجدنا وتحت كل الظروف يقول ايه؟ في جميع امورك سواء اعماقك الجوانيه او جوه عيلتك او في شغلك او في الكنيسه او في اوضتك الخاصه في جميع امورك اذكر اواخرك فلن تخطئ ابدا. دايما نتذكر المسيح جاي، نعم تعال ايها الرب يسوع. ربنا يدينا كلنا ان احنا نعيش كما يليق مع صديقنا المحب الجميل اللي يدينا السلام. الحقيقه كتبت حاجه كده مجرد مناجاه للصديق بتاعنا مش هتاخد ثلاث دقايق او خمس دقايق. الى صديقنا السماوي واهب الحب الاخوي بدله الحب رفض موسى ان يتحرك ما لم تتقدم الموكب كله بنفسك وها انا ادعوك لا ترافقني فحسب بل والتقم في داخلي وجودك يا صديقي القدوس يحول اعماقي الى ملكوتك المقدس يلهب قلبي بالشوق الى الانطلاق المستمر نحو السماء بفرح وتهليل وجودك يملا اعماقي بالحب لكل اخوتي بني البشر لن اقبل الشر بل ابتعد وابعد عني الاثم لا يستطيع عدو الخير ان يدخل في اعماقي ويتسلم عجله القياده لن اشتهي مركزا ساميا ولا مجدا زمنيا لن اتباهى بالبر لان كل ما هو مقدس هو هبه منك يا ايها الاب القدوس ان سقطت في خطيه تقيمني بروحك القدوس الناري فلا ارجع اليها صديقي السماوي الطويل الاناه انا اعرف انا مراحمك الغافره لكنني اطلب نعمتك لكي تشكلني فاصير بالحق ايقونه حي لك يا قابل التقدمات والقرابين وانت لست بحاجه اليها لتناديني يا ابني اعطني قلبك استلم قلبي فاناجيك بقلب منفتح تصعد صلاتي وكل عبادتي رائحه بخور امامك وتكون موضع سرورك ورضاك ترتفع صلاتي كالنار الملتهبه بالحب ولا اتوقف عن العطاء فأرد لك مما وهبتني. من الذي لك أعطيه لإخوتك الأصاغر، من الذي لك أعطيه لإخوتك الأصاغر؟ أي صديق يستطيع أن يقدس أفكاري وكلماتي وكل تصرفاتي؟ استلم أيها السماوي كل حيا... كل حياتي وتحركاتي واسمح لي أن أسير على إثر خطواتك. بك لن أستهزئ بإنسان مهما كانت ضعفاته. فقد يقوم بنعمتك واسقط بغباوتي اعتز بصداقتك يا ايها الحق فلا يكون لابليس اب الكذابين سلطانا علي التزم بالصمت خاصه في حضور الشيوخ المختبرين حتى في الصلاه ما يشغلني لغه القلب غير المسموعه لن اتوقف عن العمل حتى في شيخوختي ومرضي فانت لا تستريح للخاملين أهرب من مجالس الخطاة حتى لا يكون لي موضع بينهم أقول معك أصنع خيرا وأقتني لي أصدقاء لتدخل أيها الحبيب السماوي بيتي والتقم في وسط عائلتي لتتجلى في حياة الأسرة كلها الكبار والصغار تهب الكل حبا وحكمة وتمييزا وتعقلا فيشتهي كل عضو ان يقدم الكرامه لبقيه الاعضاء هب لي روح البساطه فاراك في كل كاهن وخادم في كنيستك ليكن محبوبيك محبوبين لي اهتم بالفقير بكونه اخاك الصغير والمحتاج والمريض والمتالم والمظلوم ابحث عن الضالين والمطرودين لاراك تردهم اليك وتحضنهم كن معي حتى النفس الاخير تعدني قبل سكرات الموت وفي لحظات الموت وما بعد الموت تفتح بصيرتي فأرى المقادس السماوية تنتظرني وتنتظر ضعفي دي مجرد يعني مناجاة صغيرة إن شاء الله نحاول نطبعها نصلي مع بعض تفضل بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد آمين إلهنا الحبيب يسوع يا من يا ربي ارتضيت أن تكون صديقًا لكل نفس نزلت إلينا وفي صدقتك يا ربي احتملت آلام الصليب بصدقتك قبلت يا ربي أن تدخل إلى قلوبنا لكي تنزع عنها كل نجاسة وكل دنس وكل ضعف وتقيم ملكوتك المقدس فيها وتعلن يا رب ارادتك في داخلنا. قدس اعماقنا، قدس افكارنا، قدس كلماتنا، قدس تصرفاتنا الخفيه والظاهره. الهنا الحبيب يسوع اعطنا ان نسلك ونحن في رفقتك وانت في رفقتنا لنسلك كما يرضي صلاحك لكي تقيم من العالم سماء جديده. فرح قلوبنا كلنا يا رب دواءنا حي عزوبة الشركة معك افتح قلبنا لأحبانا المرزولين والمضطهدين والمحتاجين والمطرودين لأنك أنت قبلتنا بعد أن طردنا من جنة عد أعطنا يا ربي أن لا يفارقنا لحظات لقائنا معك على السحاب لنستعد بعمل روحك الناري القدوس قدس يا ربي إرادتنا قدس يا ربي كل تصرف حتى نومنا واحلامنا بركه ام النور الطاهره مريم بركه الامير تدرس بركه قديسي هذا الشهر البابا كيرلس البابا شنوده وأبونا بشوي ابونا مخيل ابراهيم إريني. كل احبائك الذين نذكرهم والذين لا نذكرهم من اجل محبتك العميقه اسمح لنا ان نديك بشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم يوم الحد ان شاء الله هتبقى عشية عيد البابا كيرولوس السادس ودي هتبقى اول عشية بعد ما المجمع يعني بنحتفل وبنعترف بالبابا كيرولوس كقديس في الكنيسة فيوم الحد الساعة سبعة هيبقى في عشية عيد البابا كرولوس هنا في الكنيسة ويوم الاثنين هيبقى القداس من خمسة لسبعة صباحا علشان الناس اللي عندها أشغال وكده تحب إيه تحضر القداس قبل ما تروح الشغل هيبقى من خمسة لسبعة صباحا يوم الاثنين مواعيد القداسات الصوم في ميعادها يوم الثلاث من أربعة ونص لسبعة مساء يوم الأربعة من ستة لثمانية لعشرة تقريبا صباحا ويوم الجمعة بيبقى من عشرة وربع الوحدة ظهرا بتبقى أيام لطيفة وقداسات حلوة ياريت كل واحد على حسب ظروفه يقدر إن هو يجي وياخد بركة الأيام دي ربنا يبارك حياتك ويفرح قلبك السبت آه في كنيسة دلوقتي في باراموس على اسم ماريمينا والبابا كرولوس وفي كنايس كتيره الحقيقه ابتدت تتعمل على اسم البابا كرولوس ومذابح وبعدين البابا كرولوس يعني كل لما حد يكون في زنقه يقول يا بابا كرولوس فيعني ايه يعني اقل حاجه ان احنا نحتفل بيه في عيده يعني